راح نسوي اليوم دياي مع الصوص البشاميل بالاجبان. احتفظوا بالطريقه هذه حق شهر رمضان ان شاء الله، وترى هالاكله تصلح حق العشاء. يلا مع بعض المقادير. الله اكبر، حطينا بالمقله شويه زيت، راح احط الدياي، ما حطيت عليه ولا اضافه. احمس الدياي هذا، ابي يتحمر مع الزيت. اضيف عليه شويه فلفل اسود على ما يجهز البطاط. حمرت بطاط، شفت بطاط العادي الجاهز، او انت بطاط في البيت تحمرينه وخلينه على جنب. اشيل الدياي من على النار، راح احط شويه زبده بالمقله. اضيف ملعقتين كبار من الطحين، بسم الله، وكوبين من الحليب السائل. راح اضيف شويه ملح، اضيف بصل باودر، اضيف شويه ثوم باودر، حطيت شوية فلفل أسود، بس أحس إنه قام يثقل شوية، راح أضيف عليه جبن شدر، كوب واحد من جبن الشدر ونص كوب من جبن مازوريلا. ضفت عليه ملعقتين كبار من جبن كرافت أو جبن مراعي، كيفك اللي عندك تقدرين تضيفين وتخلطين. راح تضيفين عليه السويت تشيلي، أو تضيفين اللي دائما أتكلم عنه الميل تشيلي، تحصلونه كل الاسواق، او سويت تشيلي. راح اضيف بعدين الدياي على سلطه البشاميل. شوفوا ايش حالات شكله صار، لذيذ لذاذه، فظيع فظاعه. راح اضيف على البطاط بهار بطاط، ما عندك بهار بطاط، بطاسه حطي بابريكا وملح وفلفل اسود وفلفل ابيض وثوم باودر، خلطيهم وضيفيه وزعيه على البطاط. راح اضيف مازوريلا على البطاط، راح اضيف الدياي مع الجبن فوق البطاط، واضيف عليه شويه بهار مجروش. هدخل الفرن دقيقتين او 3 دقائق بس يذوب الجبن واقدمه. طلع الطبخ من الفرن، متابعيني ايش رايكم؟ لازم ننتبه ما يصير ابوي ابوي كلش ما يمتن، عاد عيالنا يموتون على شيء اسمه كريمه. وعليكم بالعافيه.